فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن أعق عن أبنائي الأربعة، أن أعق عنهم بعجل بدلا من أن أعق عن كل واحد بغنم؟ أولا العقيقة على الوالد، ما هي على الأم، على الوالد، من حق الولد على والده. ثانيا العجل إذا كان سنها لازم من السن، ومثل الأضحية يكون سنها مثل سن الأضحية، البقرة لها سنتان، إذا كان له سنتان وأيضا لا يكون فيها اشتراك، إنما تكون عن واحد، البقرة والبدنة إذا عق بها تكون عن واحد، ما هي مثل الأضحية البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، لا، إذا ذبحها عن واحد صارت كلها عنه ولا يكون فيها اشتراك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.